بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي أحبابي، مرحبا بكم أينما كنتم وأسعد الله أيامكم. هذا الفيديو قصير جدا للأصدقاء الذين سألوني عن خلطة البذور التي أقوم بالتنويع لطيوري. كما سبق وأن قلت لكم، أعتمد على البراقة الساك وأقدم البذور المختلطة في المعلف الصغير. واليوم بالذات اشتريت بعض البذور وأخلطها وأقدمها لطيوري، كمية كبيرة من بذور البريلا. كما تلاحظون أصحابي أصدقائي، ليس شرط المقادير، المهم أن تكون البذور جيدة ونظيفة. عندنا بذور زريعة الكتان، كما قلت لكم المقادير لا تهم أبدا. بذور اللفت أو الفجل، المهم عليك أن تعتني بطيورك على مدار السنة، يعني لا تنتظر وقت التزاوج وتقوم بالعناية بطيورك. العناية تكون على مدار السنة لتكون لديك عصافير قوية ومنتجة بإذن الله تعالى طبيعيا بدون التدخل بأي دواء أو أي فيتامين. هذه بذور الزقوقو. الزقوقو كما تلاحظون، كما قلت لكم المقادير لا تهم. بذور النيجر أو جرانديجان، يعني عليك أن تنوع بين البذور السوداء والبذور الأخرى. هذه بذور الشوك. بذور الشوك أصدقائي، دقيقة فقط. هكذا أصدقائي، والآن سأقوم بخلط البذور جيدا وسنلاحظ الخلطة بعد أن نقوم بخلطها جيدا، الشكل النهائي بعد أن قمنا بخلط كل المحتويات. وفي النهاية ماذا أقول لكم؟ أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، في هذا الموسم لم أتدخل بأي دواء ولم أتدخل بأي فيتامين كيماوي، وطيور ما شاء الله كما تسمعون هذا الفرخ الذي من فوقي الآن يغرد وهائج، وعمره اليوم بالتمام والكمال 8 أشهر و7 أيام، يعني بالتمام والكمال، وهو الآن جاهز الحمد لله بدون أي دواء، بدون مشاكل يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محبكم نسيم، وأتمنى أن تشاركوا في قناتي ليصلكم كل جديد إن شاء الله.